مرحبا، اليوم ما رح نحكي لا مثل ولا حكاية، اليوم رح نحكي عن الحكاية وبالتحديد مقدمة الحكاية يلي بيسموها فرشة الحكاية. كل حكاية إلها مقدمة أو فرشة، الغرض منها تلفت انتباه السامع إنه الحكاية رح تبلش، وهي المقدمة بتختلف من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد، بس أكتر مقدمة مشهورة ومعروفة هي كان يا مكان بقديم الزمن وسالف العصر والأوان نحكي ولا ننام. هون سامع الحكاية واللي غالباً بيكونوا أطفال بيقولوا نحكي، فبيقول الراوي كان في بزمناته بلا 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 وبيبلش حكايته، أو ممكن الراوي يختصر المقدمة ويبلش مباشرة بي كان في بزمانه، أو مقدمة بين الأولى والتانية لا طويلة كتير ولا قصيرة كتير، مثل كان يا مكان يا سادة يا كرام كان في، وبيبلش الحكاية. وفرشة الحكاية هي جزء أساسي من الحكاية الشعبية السورية، مشان هيك منشوف الجدود والجدات بيتقنوها وبيتفننوا فيها ليشدوا المستمع ويلطفوا الجو ويمهدوا للحكاية يلي ممكن تطول كل السهرة. تعالوا نتعرف على مقدمات وفرشات للحكاية الحمصية يلي لسه في جدات بيعرفوها وبيحكوها. فرشة المقص، بيطلبوا الأولاد من الست أو الجد أو الأب أو الأم يحكوا لهم حكاية، بيقول الراوي احكي لكم على مقص، بيجاوبوا الأولاد ايه، بيقول الراوي كلمتين وبس وبيسكت، بيحتجوا الأولاد وبيطلبوا من الراوي بإلحاح إنه يحكي لهم حكاية أطول، بيوافق الراوي وبتبلش الحكاية. الفرشة الثانية شقارق بقارق، وهي الفرشة من أحلى الفرشات لأنها بتعتمد على كلمات عكس بعضها، بيقول الراوي عن شقارق عن بقارق، عن حدادين العبي، عن خياطين المعالق، الكذب عمري ما عرفته، والصدق ملح الرجال، طلعت مشوار لقيت بطريقة برغوت قد الأرنب، مسكته شديت عليه الجلال وركبته، خط فيه البحر طلع لعند ركبته، قعدت قبل الصبح والدنيا نهار، دخلت الاسطبل لحط للتبن جحش، سمعت صوت طلعت عليه لقيت المزابل عم تنبح على الكلاب، شفت حيط راكب على حرامي لحقته حتى مسكته، لاحني ولحته من كتر عزمة اجيت تحته، وشوفه رقبتي صارت حمرة من كتر ما ضربته. بيضحكوا الأولاد وبعدين بتبلش الحكاية. شو رأيكن؟ حبيتون؟ لكن احكولنا عن فرشات الحكاية بمنطقتكن وكيف كنتوا تسمعوها من جداتكن.